السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كنتم من الزوار الجدد، أدعوكم للاشتراك بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل الفيديوهات فور نزولها. وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى قناتي، ودعم هذا الفيديو بلايك ومشاركته مع الأصدقاء إذا أعجبكم، وشكرا لكم. تتميز هذه الوصفة باحتوائها على بياض البيض والليمون بفوائدها المتعددة للبشرة، لأن البيض غني بالبروتين الذي يشد الجلد ويقلل إفراز الدهون، أما الليمون فيمتلك خصائص مضادة تقلل البكتيريا والميكروبات بشكل عام، مما يجعل هذه الوصفة فعالة جدا في تغذية البشرة وشد المسام والقضاء على التجاعيد وتبييض البشرة وتوحيد لونها بإزالة التصبغات والمناطق الداكنة منها، كما تعطيها ملمس ناعم وحريري بإذن الله. لعمل هذه الوصفة نحتاج إلى حبة بيض متوسطة الحجم. نفصل الصفار عن البياض لأننا نحتاج فقط بياض البيض في هذه الوصفة. يحتوي بياض البيض على مضادات الأكسدة والأحماض الأمنية التي تساعد على بناء خلايا الجلد الجديدة وتقلل من إفراز الزيوت في البشرة. نخفق بياض البيض قليلا ليسهل علينا التحكم به. بعد ذلك نأخذ ملعقتين كبيرتين من بياض البيض، نضيف إليهما ملعقة كبيرة من عصير الليمون. وللليمون فوائد كثيرة، فهو يرطب البشرة وينظف الوجه ويفتح لون البشرة لاحتوائه على فيتامين سي وحمض الستريك، يزيل الرؤوس السوداء، يقلل إفراز الزيوت، ويساعد على التخلص من حب الشباب لأنه يقضي على البكتيريا المسببة له، ويحفز إنتاج الكولاجين من خلال الفيتامين سي. نضيف 5 قطرات من زيت الليمون، وآخر مكون هو الفيتامين إي. نضيف كبسولة، أو يمكنك إضافة ملعقة شاي من الفيتامين إي أو الفيتامين أها. بعد ذلك نخفق المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها. أما بالنسبة لطريقة الاستخدام على بشرة نظيفة، دائما يوزع الخليط على الرقبة والوجه، ودائما نبدأ من أسفل الرقبة إلى كامل الوجه، مع التركيز على أماكن التجاعيد والتصبغات وكذلك حب الشباب. تترك هذه الوصفة مدة 15 دقيقة على الوجه، ثم تشطف بالماء الفاتر ونعيد الشطف بالماء البارد. تكرر هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. يمكنك تحضير نصف الكمية فقط، لأن هذه الوصفة لا يحتفظ بها. وفي الأخير دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. في أمان الله.